بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح الكورس اللي ابتديناه اللي هو خاص بأوتوكاد 2024 اللي هي آخر نسخة من برنامج الأوتوكاد. أنا النهاردة هشرح أنواع الخطوط في البرنامج. أنا عندي أنواع الخطوط لاين بولي لاين، ولو فتحنا السهم ده طبعا كل ده في قائمة درو، لو فتحنا السهم ده في اس بي لاين فيت و اس بي لاين سي في، وعندي كمان في مالتي لاين. وهنا في القائمة الرئيسية اللي فوق لو أنا دوست على درو من هنا هلاقي الأوامر اللي موجودة نفسها هنا، عندي لاين أهو، مالتي لاين، بولي لاين اللي أنا اتكلمت عنه، وعندي اس بي لاين. تمام، هنيجي نبتدي مع بعض نشرح اللاين. عندي لاين أو ال من الكيبورد. زي ما أنا علمتكم قبل كده إن لازم نتعلم اختصارات برنامج الأوتوكاد عشان نسرع في عملية الرسم. أنا هاجي أقول له ال من الكيبورد اللي هي اختصار لاين، واجي ارسم لاين. هو بيقول لي فيرست بوينت والسكند بوينت. طيب انا عندي هنا كده الخط حر، ممكن انا اعمله في اي اتجاه، لكن انا لو عايز اعمل الخط مستقيم باجي بدوس على F8 من الكيبورد على طول بيعمل لي الخط مستقيم. عندي هنا اهو في الجزء المكتوب فيه الارقام ده ممكن ان انا اكتب اللي انا عايزاه. انا عايزاه 30 والطول بتاعه بيعمله لي 30. عايزة أكمل بكمل عادي خالص أهو زي ما احنا شايفين. طبعا أنا برسم الخط حسب الاتجاه، أنا عايزة في الاتجاه ده بحرك الماوس للاتجاه ده، عايزة الاتجاه اللي فوق بحرك الماوس للاتجاه اللي فوق، عايزة للجنب نفس الكلام. تمام، يبقى أنا مثلا عايزة أحرك كده أهو، وممكن إن أنا أحدده أقول له 15 أهو، وأرسم الخطوط بتاعتي. عايزة أقفل الشكل اللي عندي ده بقول له كلوز، بدوس على سي من الكيبورد وبعدين بقول له إنتر. يبقى كده قفلت الشكل اللي عندي. تمام، لو انا عايزه ارسم خط بزاويه بقول له لاين ال من الكيبورد وبدوس الفيرست بوينت. انا عايزه اعمل بزاويه فانا هاجي ادوس على تاب من الكيبورد بالشكل ده، اتفتح لي الزاويه زي ما احنا شايفين كده. هاجي اقول له انا عايزه زاويه 45 وادوس انتر، عمله لي بزاويه 45 زي ما احنا شايفين. هنيجي بعد كده على البولي لاين. البولي لاين الاختصار بتاعه بي ال، او ان انا بجيبه من قائمه درو هنا في الروبن. عندي هنا بولي لاين، تمام، هقول له بي ال وهاجي ارسم ستارت بوينت. تمام، هاجي اعمل ستارت بوينت الخط بتاعي. لو انا عايزه اعمله خط بسيبه زي ما هو كده، لو انا عايزه احوله لارك عندي هنا في اختيارات ممكن ان انا ارسم بولي لاين عن طريق الارك. طيب انا هخليه لاين واقول له 20 وادوس انتر. تمام اهو، انا عايزه اعمل ارك هنا بدوس على A من الكيبورد وبدوس انتر بيعمل لي ارك. ممكن ان انا احدد الريديس بتاعه بان انا بدوس على الريديس هنا، او ان انا برسم على طول الارك بالشكل ده كده. تمام، هكمل عايزه ارسم لاين. خلاص انا عايزه اخرج من الارك ده، باجي اقول له L من الكيبورد وبعدين ادوس انتر بيرسم لي لاين، احدده مثلا بطول 15 وادوس انتر اهو. طيب عايزه اقفل الشكل بتاعي بدوس على سي من الكيبورد كلوز وبعدين ادوس انتر، عمل لي شكل بول لاين. طب ايه الفرق بقى بين الشكل ده والشكل ده؟ انا ده الشكل ده عاملاه لاين والشكل ده بولي لاين. انا هخليه اصفر اهو اللي هو البولي لاين. تمام، ده زي ما شايفين الخطوط كلها مترابطه مع بعضها. تمام، لكن عندي اللاين كل خط لوحده زي ما احنا شايفين كده. طيب انا لو عندي شكل مرسوم باللاين بس وعايزه احوله البول لاين عشان اربطه ببعض بعمل ايه؟ بقول له بي اديت من الكيبورد وبدوس انتر واختار خط منهم. تمام، واجي اقول له يس yes. بدوس انتر تاني هيظهر لي هنا قايمه زي ما احنا شايفين، بختار جوين وبختار الشكل اللي عندي كله اللي هو مرسوم لاين بس وبدوس بيمين الماوس مره واحده وبعدين ادوس تاني مره واقول له انتر. كده عمل لي الخطوط كلها بولي لاين زي ما احنا شايفين كده. هنتكلم بعد كده على تالت نوع من الخطوط اللي هو الاس بي لاين. طيب انا عندي درو هنا اهي وعندي اس بي لاين فيت واس بي لاين سي في. انا هدوس على اس بي لاين فيت عشان نشوف الفرق ما بينهم. هرسم اول نقطه وهفتح القرصه اف 8 من الكيبورد واجي ارسم اس بي لاين، خطوط زي ما احنا شايفين او كيرفات حره بالشكل ده. خلصت بدوس انتر. تمام، لو انا دوست عليه بالشكل ده ممكن ان انا اهي نقط بتظهر لي اللي انا اخترتها، ممكن ان انا اعدل عليها اهو
بكبر واصغر زي ما انا عايز اهو الشكل ده، ممكن اجي اعمل كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو جينا عند اس بي لاين سي في وجيت عملت الاس بي لاين هيعمل ايه؟ هيعملها لي انا بختار النقطه وعن طريق النقطه دي بيعمل لي الكيرف اهو، في هنا مثلثات ظهرت لي، يبقى هو اختلف ان النقطه اللي انا بعملها مش على الكيرف نفسه او مش على الخط نفسه الاس بي لاين اهو. بدوس هنا مثلا اهي شايفين ده الاختلاف ما بينهم، ادي الاس بي لاين هنا وهنا، هنا النقط على الخط نفسه اللي انا ممكن اعدل عليها، هنا النقط اللي انا بعدل عليها معموله بالشكل اللي احنا شايفينه ده عباره عن خطوط منقطه. طيب انا لو عايز احول الاس بي لاين ده لبولي لاين بدوس عليه بالشكل ده كده وبدوس بيمين الماوس واقول له اس بي لاين زي ما احنا شايفين، واجي اقول له convert to poly line كده اتحول لي الخط عندي لبولي لاين، وادوس بيمين الماوس انتر يبقى ده بقى بولي لاين. لو جينا شفناه عامل له بروبرتيز بي ار ودوست عليه كده اهو بقى بولي لاين مش اس بي لاين. اخر خطوط هتكلم عنها اللي هو خط المالتي لاين. خط المالتي لاين احنا بنستخدمه في عمل الحوائط في المسقط الافقي او اي رسم احنا عايزينه. هاجي اقول له ام ال من الكيبورد وده الاختصار بتاعها، او ان انا اروح عند درو هنا وعندي هنا في درو مالتي لاين. طيب انا هقول له ام ال كوماند واجي ارسم الخط. انا عندي هنا في السكيل ممكن ان انا اغير السكيل، هو هنا واحد هخليه اتنين واجي ارسم الخط بتاعي اتنين، ده اللي هو السمك اللي احنا شايفينه ده. هقفل القرصه بالشكل ده كده وبرده احدده بالطول بتاعه زي ما انا عايزه. ادي خطوط البول لاين زي ما انا قلت ان احنا بنستخدمها في رسم الحوائط. خلصت خلاص بقول له كلوز، انا كده رسمت خطوط المالتي لاين. بكده احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نرسم لاين كخط مستقيم وخط بزاويه، وازاي ان احنا نرسم بولي لاين، وازاي ان احنا نرسم الاس بي لاين والمالتي لاين. يبقى انا شرحت لكم النهارده انواع الخطوط في برنامج الاوتوكاد ازاي ان احنا نرسمها. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.